بسم الله وعلى بركة الله نبدأ المشوار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضانيات. احنا اليوم في قطر الخيرية، وقطر الخيرية شعارها حياة كريمة للجميع. من منا ما يحب الخير؟ من منا ما يحب هذه المساهمة وهذه المساعدة، وبالخصوص في شهر رمضان المبارك؟ قطر الخيرية تقدم الكثير من الخدمات داخل وخارج قطر. خلونا ندخل في زيارتنا ذي ونتعرف على جزء من مشاريعهم خلال هذا الشهر الكريم. حياكم. في هذه اللحظات رحبوا معي بأخوي فريد خليل الصديقي، رئيس قسم المشاريع المحلية في دولتنا الحبيبة قطر. ونقول لك أخوي فريد رمضان عليك مبارك، وإحنا في أوائل هذا الشهر، وقول لنا إيش مشاريعكم هذا العام. علينا عليك وعلى جميع المشاهدين، والله يتقبل منا منكم صالح أعمال. اليوم إحنا في قطر الخيرية عندنا حملة اسمها حملة رمضان للأمل، رمضان الأمل، وخاصة في العمل المحلي عندنا مجموعة من المشاريع، مشاريع خاصة في مشاريع في جانب الإفطار والجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض البرامج والأنشطة اللي نسويها داخل المجتمع. بالنسبة لمشاريع الإفطار، في عندنا عدة أنواع من مشاريع الإفطار، منها عندنا مشاريع الإفطار، إفطار العمال المتنقل، وعندنا إفطار الجوال، وكذلك الإفطار الخاص بالجاليات، وكذلك الإفطار العائلي. أخوي فريد، يعني الأعداد المتوقعين أن توصلون لها هذه السلال الغذائية؟ عندنا مثل ما تفضلت لك مجموعة من المشاريع، مجموع إجمالي المشاريع اللي راح تكون للداخل توصل لين قريب المليون شخص، مليون شخص بمختلف المشاريع. في مشاريع الإفطار عندنا مجموعة كبيرة، منها تقريبا عندك في مشروع الإفطار المتنقل عندنا 16,000 شخص يوميا يفطر من الافطار العمال المتنقل. عندنا افطار الجوال اللي هو راح نوصل ل 1800 مستفيد يوميا، وعندنا الافطار الخاص بالجوال بالجاليات اللي هو يعطينا 1000 شخص يوميا يستفيد منها، من معظم الجاليات اللي موجوده واللي عايشه ما بيننا، بالاضافه الى الافطار الاخير والافطار الخاص بالافطار العائلي اللي يوصل الافطار ل 140 وجبه عائليه خلال أيام رمضان. نعم، وين راح توزع هذه الوجبات هذا العام؟ في مختلف المناطق، عندنا مناطق خاصة، في مناطق خاصة بالسكان، سكن العمال والصناعية والعزب. عندنا الإفطار الجوال في عدة إشارات موجودة في داخل الدوحة وعلى أطراف مدينة الدوحة، بحيث أن أيضا نمدي السائق وهو واصل في آخر وقت من وقت الإفطار، أن عنده على الأقل شيء يفطر عليه ويقدر يوصل بالسلامة حق البيت. إفطار الخاص بالجاليات، احنا نكون متعاونين، عندنا مظلة مركز خاص بالجاليات، متواصلين مع عدة جاليات موجودة داخل الدوحة، نتواصل معهم بحيث أن يرسلون مندوبينهم لمقر المطعم ويبدأ يستلم كل واحد الكمية المقررة له أو يتم اعتماده لهم، ويأخذونه ويوصلونه لهم. نعم، السيد فريد خليل صديقي رئيس قسم المشاريع المحلية، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أيضا لكل صراحة منتسبي قطر الخيرية أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم، ونراكم في السنوات القادمة بإذن الله وأنتم تقدمون المزيد من هذه المساعدة إن شاء الله. والحين نشكر لكم حضوركم، تشرفنا معكم، وكذلك نشكر جميع المتبرعين، كانوا أفراد كانوا مؤسسات في التعاون والمشاركة معنا في مشاريع رمضان، وشكرا لكم جزيلا. فريد، وصلنا الان الى عزب الخور، لكن قبل لا ندخل ونشوف آلية التوزيع، كم عزبة تتبنونها او توزعون عليها وجبات الافطار؟ هذا موقع من 47 موقع عندنا في العزب، 8 مواقع، وعندنا في سكن العمال باقي المواقع راح توزع عليها. نعم، يعني نقول كل العزب تقريبا في قطر انتم توصلون لها وجبات افطار الصائم. نعم صحيح. نعم. في هذه المجمع، مثلا في مجمع عزب الخور، كم وجبه اليوم راح توزعون؟ ان شاء الله راح نوزع 300 وجبه اليوم. واحنا بنساعدكم اليوم، واحنا لنا الشرف ايضا ان نشارككم في هذا التوزيع اخوي فريد. الشرف لنا، الله يسلمك، وهذا عمل تطوعي، الكل يقدر يساهم معنا في عمليه الدفع. اذا نروح توكل. يلا.
ومن خلال سيارات إفطار الصائم المتنقل. طبعاً هناك أيضاً جنود مجهولين خلف هذه العملية يوزعون ويقومون بآلية التوزيع للمستحقين لهذه الوجبات. حياك الله يا أخوي. يا مرحبا شيخ. رمضان عليكم. على نظرك بالخير وفي خليفة. عليك في البداية. أخوك حسين الحمادي. نعم. حسين يعني ما شاء الله في وانتو صيام ومع قطر الخيرية ومشاركة، فعلاً الكل يتمنى هذه المشاركة أن يخدم الصائمين في شهر رمضان المبارك. شو تقول وانت صايم في هذا الوقت؟ والله أنا أول شيء الحمد لله رب العالمين، إحنا قاعد نقوم بدور واجب كبير تجاه المجتمع، وبالعكس هاي فرحة سعيدة لنا. إحنا والله مستانسين اللي قاعد نسويه تجاه الناس والناس المحتاجة هذه كلها، ومش أول سنة، هاي أكثر من يعني سنوات طويلة وإحنا نقوم بهالدور هذا، والشكر يرجع الله سبحانه وتعالى ولإدارة قطر الخيرية إن شاء الله على كل مجهود اللي قاعد يسوونه معنا إن شاء الله. الله فيك وجزاك الله خير، خذنا من وقتك ود تسلم، ود الوجبة حق مستحقها. خلنا نشوف أيضا أحد إخواننا أيضا المشاركين في عملية توزيع هذه الوجبات. حياك الله يا أخوي، في البداية نقول رمضان عليك مبارك، عرفنا عليك. علينا وعليكم. عبد أخوكم عبد الرحمن أحمد خليف، موظف قطر خيرية. نعم عبد الرحمن، شو تقول وأنت اليوم تساهم في توزيع هذه الوجبات؟ والله أفضل ما يمكن أن يقول له الإنسان هو قمة السعادة التي يشعرها عندما يخدم الصائمين. ونقول شكرا لقدر الخيري وشكرا للمتبرع، الأخ المتبرع، جمهور المتبرعين الذين قرروا أن يسعدوا هؤلاء الصائمين، فنقول لهم شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، ورب يتقبل منكم صالح الأعمال. اللهم أمين، وجزاك الله خير وجعلها في ميزان حسناتك أيضا. شو اسمك في البداية؟ جاسم حسين زراعي. نعم جاسم، أنت اليوم تشارك وانت صايم، قاعد تشارك أنك توزع هذه الوجبات على المستحقين من الصوام، شو تحس فيه وانت الحين في بداية يعني شبابك توك صغير، تستمر مع قطر الخيرية تقدم خدمات وياهم، وشو تحس اليوم؟ أحس أني فرحان، وبالعكس أفرح الناس. شو تحس لما تسلم هذه الوجبة مثلاً لمستحقها؟ شو تحس وهو يستلمها؟ مبسوط، مستانس، يشكركم عليها؟ مبسوط والله، وناخذ أجر عند الله. بارك الله فيك، الله يزيدك الأجر إن شاء الله، وماجور مشكور يا أخوي، ودها حق مستحقها. يعني مثل ما شفنا اليوم الكل يشارك في هذه العملية وبطريقة منظمة أيضا، وضمن شروط أيضا يعني من البلدية ووزارة الصحة، وأيضا قطر الخيرية لها خطة دائما أنها توزع لكل مستحقين هذه الوجبات، وأيضا ضمن الشروط الصحية، وملتزمين أيضا بوضع الكمام. إحنا يمكن من خلال التصوير فقط يعني خليناهم يشيلون الكمامات، لكن هم أيضا ملتزمين بالكمامات أثناء التوزيع. متواصلين أعزائي المشاهدين في توزيع إفطار صائم في أحد التقاطعات في العاصمة الدوحة. خلوني أنا بعد أساهم لو بجزء بسيط، خلوني أساهم. كلمة منا بشهر رمضان المبارك، حياك الله يا أخوي، رمضان عليك مبارك في البداية. نقول في هذا التقاطع واليوم نرى إفطار الجوال من قطر الخيرية، إيش كلمة توجهها في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر المبارك، وأنتم مقيمين بيننا وأيضا تعيشون أيام رمضانية حلوة في قطر أيضا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا جميعا وكل الأمة المسلمين الصيام والقيام، ونجعل شهر بركة وخير على الدولة وعلى المواطنين وعلى المقيمين فيها، ونزل سبحانه وتعالى القبول إن شاء الله. اللهم أمين. كيف أيامك في قطر في أيام رمضان؟ قمة السعادة والهناء الحمد لله. وين تحبون تروحون في ليالي رمضان بعد أداء طبعا صلاة التراويح ومدفع الإفطار، وبعد الواحد ما يرتاح من يوم طويل في الصيام، وين تروحون في الليل؟ زيارة الأخوان والأهل والأقرباء والأصدقاء والتجمع مع العائلة. نعم في مختلف الأماكن في الدوحة، الدوحة ما شاء الله يعني في أكثر من مكان ومكان. نعم نقول إفطار مبارك إن شاء الله، تقبل الله طاعتكم.
نقول افطار افطار ان شاء الله مبارك والله يتقبل طاعتكم. ما شاء الله انت جيت في هذا التغاطأ، ودائما قطر الخيريه توزع كثير من الوجبات لوجبات افطار صائم. كيف شفت هذه الخدمه من قطر الخيريه؟ طبعا يعطيهم العافيه والله، ومش مقصرين يعني مع الشباب. نعم. وكل سنه طيبين على اهل البلد كلها. كيف رمضان معك؟ الحمد لله زي الفل. الاجواء جميله؟ جميله جدا، والجو جميل الحمد لله. نعم الحمد لله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، موفق طريق السلامه. هذه وجبة إفطار من قطر الخيرية. نقول رمضان عليك مبارك في البداية، والله يتقبل طاعتكم بإذن الله. كيف شفت الأجواء الرمضانية في قطر؟ إن شاء الله ربنا يديم علينا المحبة والسلام والأمن إن شاء الله يا رب. نعم. إيش جذولك في رمضان؟ وين تروح بعد العمل، بعد يوم شاق أيضا في الصيام؟ والله أنا متقاعد، بس يعني بنحاول نأدي فرائض ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أجواء ليلية جميلة أيضا في قطر، ممكن الواحد يروح مقهى، هناك الكباب، هناك الأكلات الرمضانية الجميلة. والله أنا تقريبا يعني هو الجو بشكل عام ممتاز، بس أنا شكلا بيتوتي شوي. نعم. الله يحفظك، شكرا جزيلا على كلامك الطيب، ونقول رمضان عليك مبارك. علينا وعليكم يا رب. ايضا يعني متواصلين معاكم، وهناك رجال صراحه مجهولين خلف الكواليس يقدمون خدمات جليله من خلال توصيلهم هذه الوجبات لمستحقيها، ان كانوا في البيوت ام كانوا في عزب ام كانوا في الشوارع. اذا نثني على هذه الجهود ونقول بيض الله وجيهكم وجعلها في ميزان حسناتكم من خلال هذه التوزيعات. خلونا نتعرف على احد المشاركين في هذه التوزيعات. حياك الله يا اخوي. الله يبارك فيك. خالد محمود رباطه. اخوي خالد، في البدايه انا ابغي صراحه شعورك وانت تسلم هذه الوجبات للصائمين، وهم صائمين ويعني بعد دقائق قليله راح يفطرون على هذه الوجبه. سبحان الله، والله شعور لا يوصف، شعور السعاده لا يوصف، ما فيني اوصف لك اياه. شعور يعني تحس حالك انه سعاده داخليه من القلب، ما بينوصف هذا الشعور. نعم دائما يمكن لانه تحس انك انت تقدم هذا الخير، لذلك يعني حتى داخليا الانسان يكون فرح ومسرور ومتفائل. اكيد طبعا، يعني احنا وسيله نقل فقط لا غير، يعني الله يجزي الخير المتبرع، بس كمان احنا بنشعر بهالسعاده هي انه احنا عم نعمل مجهود ونعطي. نعم بارك الله فيك اخوي خالد، وكل عام وانت طيب، والله يعود عليكم هذه المناسبه الكريمه بالخير والصحه والبركه دائما. الله يبارك فيك ويسعدك. شكرا لك. شكرا، وانت ان شاء الله كعام. مثل ما شفنا راح نشوف ايضا اليه التوزيع مع اخواننا في هذا المكان. مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين آلية توزيع إفطار صائم في أحد تقاطعات شوارع الدوحة، ودائما قطر الخيرية سخية وأيضا تقدم هذه الخدمات طوال شهر رمضان المبارك. احنا نقول إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون حلقة حازت على رضاكم واستحسانكم. تابعونا في نفس الموعد بكرة في يوم الغد. مع السلامة.